اهلا بكم مشاهدينا ومستمعين اليوم السابع. طبعا احنا كل سنه طيبين، النهارده اخر يوم استعدادا لنحر الاضحيه سواء جمال او اغنام او عجول او جاموس. احنا طبعا معانا احد التجار الجمال هيكلمنا بقى عن الفرق ما بين لحم الجاموس والخروف والجمل، والجمل طبعا ليه تعامل خاص كده سواء بايه في التعامل في يعني ايه في بيعه او شراء. طبعا معانا احد التجار هيعرفنا بنفسه. السلام عليكم، كل سنة طيبين، معكم هاني شومان. ده الجمل زي ما انتم شايفينه كده، ان شاء الله في واحد واخده ومشتريه اضحيه. ماشي، لازم يكون الاضحيه عشان تبقى شرعي لازم يكون قاصر بوز او اربعه او جمل ناب، تمام؟ وعشان الاضحيه تبقى صح ما يكونش اعور، ما يكونش متعور، ما يكونش في حاجه عشان تبقى الاضحيه صح. اما يكون الجعود لبنة ما ينفعش يتذبح، لازم يكون على السنه، لا اما جوز لا اما اربعه زي ما قلنا لا اما ناب، تمام؟ وده جمل مش هيعمل، مش هيعمل ده جوز، ده قصر جوز، ده قصر جوز، يعني شرعا ينفع اضحيه. من بعد الجوز والاربعه والجمل يتذبح، وان شاء الله بتبقى لحمته حلوه زي العسل، احسن من الكندوز. قول لي بقى سن، ليه سن معين للتضحيه ولا؟ ايوه، من اول جوز او اربعه او سته او جمل شاب او ناب. طب قول لي بقى، طبعا الجمل بيبقى ليه تعامل خالص كده غير العجل، التعامل معاه ازاي؟ طبعا سياسي صح تقوله، ممكن لو لا، هو الجمل كويس ما بيعملش حاجه غير العجل خالص. ليه معامله سياسي يعني؟ معامله بسياسه، تمسك له الحبل يقوم يقعد ياخد ايد زي كده، زي ايد من تحت الحبل الطيار، ما بيخوفش القلب تلعب قدامه، ما فيش اي حاجه. فريت النحر بقى بتاعته بقى، النحر من هنا من اخر الرقبه، من هنا كده من اخر الرقبه، نوري بس المشاهدين كده من اخر الرقبه هنا نسمي اللقبه، نسمي الله وندبح. قول لي بقى الفرق ما بين بقى لحم الجمل ولحم الجاموس ولحم الخروف. في ناس متعوده على لحم الجملي تمام، وناس متعوده على لحم الكندوز، وفي اللي متعود على الضاني، كل واحد متعود على حاجه بيذبحها. اللحم الجملي بينفع في الطبيخ، واكتر حاجه بتنفع فيه اللي هو الفرن، اللي هو اللحم المفروم اللي بيعمل منه كفته وكباب والكلام دوت. عايزك تعرف بقى المشاهدين او صوت البيت انهي حته حلوه في الجمل بتنفع عن الشوي، بتنفع في الشوي. الاماريه الفليتو، الاماريه الفليتو دول احسن حاجه فيه. طب قول لي الجمل بقى النهارده، طب اخر يوم طبعا للنحر، يعني بكره نبدا ان شاء الله نحر بقى الاضحيه، بيتم التعامل بقى في الاكل والشرب ولا بتصوموهم؟ لا لا، بياكلوا ويشربوا عادي، مفيش اي حاجه لغايه قبل لما يتدبح بخمس دقائق، حتى يشرب وياكل عادي، ما فيش اي حاجه، ما بيحصلش حاجه. الجمل السمده لوحده يبقى في الصعيد فاهمني، بيشيل ويحط ويشتغل ويصيم بقى اول ثلاث شهور. هي الصعيده معروفه اللي هم بياخدوا الجمال يشغلوها في القصب اما يفتح موسم القصب، لكن هنا في مصر عندنا لا، عادي ياكل ويشرب عادي حتى لو قبلها بخمس دقائق زي ما قلت لك. واهم حاجه في الاضحيه لازم يكون قاصر جوز او اربعه او سته او جمل ناب او شباب عشان يبقى شرعي تبع السنه. لما بيجي بقى الزبون بقى ينقي جمل بيتخبط، يعني الخروف بتقعد مثلا تشوف سنانه وتقعد تشوف فروته، الجمل بقى بيتشاف سنه ووشه ورقبته، وكل جمل حسب سنه وحسب سعره. في جمال بتبدا عندك من اول 15 لغايه 60 لغايه 65. لا طيب، انا شايف بقى، انا شايف برضه في معاك اولادك معاك في ده اولاد اخويا فتوح. اتعلموا بقى المهنه، يعني اتعلموا المهنه دي اتعلمتها لوحدك ولا اتعلمتها بالوراثه؟ لا انا اتعلمتها لوحدي بس هم بالوراثه. طب احنا هننقل بقى للمعلم فتوح بقى، ايه نشوفه بقى كده بقى. انت اتعلمت المهنه دي بالوراثه؟ وراثه. اتعلمتها عن مين؟ عن جدودنا وعن ابطالنا عمامنا وخلاننا كده وراثه، فالاجيال حتى اللي طالعه بتطبع بيهم. احنا بنشوفنا هنعمل ايه في الجمل، هم بيعملوا زي ما احنا بنعمل، بيمسكوا بيمشوا بيرقبوا فاهمني، ده طايع ده مجنون على حسب. طلع لقى والده في الشغلانه دي، يعني هو طلع لقى والده في الشغلانه دي فهو يطلع عليها حبيبها، هي بتبقى حب وهوايه ووراثه في نفس الوقت. طب احنا بقى عايزين نتكلم مع البنوته الجميله دي بقى، نعرف بقى. اتفضلي يا رحمه. اسمك ايه؟ اسمي رحمه. سنه كام يا رحمه؟ سنه 4. قولي لي بقى، انت بتنزلي مع بابا كده السوق وتبيعي وتشتري في الجمال؟ يعني انت تحبي تشتري تنزلي مع بابا السوق يعني؟
طب وليه ما بتخافيش بقى من الجمال؟ ولا انت بابا بقى بيقول لك ايه بقى ازاي تتعاملي مع الجمل او مع الجاموسه او مع الخروف؟ بتتعاملي ازاي؟ مش بخاف منه. ما بتخافيش منه؟ سايس. زي ما احنا بنسايس الجمل ايه بتسايس؟ بتفهم بتمسك حبله ازاي؟ بتبعد عنه ازاي؟ اتكلمي معاه. بتتعاملي معاه ازاي؟ بتتعاملي مع الخروف يعني؟ انت بتخافيش من الخروف؟ لا مش بخاف منه. انت بتتعاملي مع الجمل ازاي؟ بسايسه وبيروح. وبعدين؟ وبس. ما تخافيش منه، بتنزلي مع بابا كل يوم بقى. من الساعة كام لكام؟ من الساعة من الفجر لحد تالت يوم تالت يوم كده. قول لي بقى معلم، انت يعني هي بنتك بسم الله ما شاء الله برضه بتعلمها زي ما انت اتعلمت بالوراثة؟ برضه نفس الكلام، فاهمني؟ برضه هي بتشوف الجبل احنا بنمسكه ازاي، بنمشي بيه ازاي. نفس القصة يعني، فاهمني؟ هو طبع. هي بتشوفنا احنا بنمسك الجمل ازاي، بنمشي بيه ازاي، فبتفهم واحده واحده. في اطفال تانية بتخاف، بتبعد، فاهمني؟ لا حلس بده مجنون، بتاخد ايه حذره منه وبتبعد عنه كده يعني. بس انا شايفها لابسه زي جلابيه يعني. عشان الدبيح. عشان الدبيح تاني يوم بقى. النهارده الوقفه، فاهمني؟ بعد كده عشان الدبيح بقى بندبح بقى هنا. بتلبسها جلابيه. بتلبس الجلابيه البيضاء بقى، تغرق نفسها دم وبتمسك معانا تشد كده يعني. بتتطبع برضه بنفس الشغل. طب عايزين نشوفكم بقى وانتوا كده بتتعاملوا مع الجمال وكده. طبعا زي ما انتم شايفين يعني رحمه اصغر بنت في سوق الجمال يعني، ما بتخافش ولا بتهيب منه يعني. زي ما باباها اتعلم بالوراثه، هي برده اتعلمت بالوراثه برده. فهد الصغير ده، خش يا فهد. المعلم فهد. معلم فهد يعني مش خايف ولا اي حاجه. لم الحبل شويه. لم الحبل. يلا لف بيه. لف، تعالى بيه. تعالى. الله. يلا فهد لم الحبل يا فهد. لم الحبل. خش بس بيه. عاوز الدور عاوز. طبعا زي ما انتم شايفين يعني المعلم زي ما اتعلم بالوراثه بيعلم اولاده بالوراثه برضو. طبعا النهارده وقفه العيد الاضحى واخر يوم، وبكره ان شاء الله هيبدا نحر الاضحيه. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا مستمعين اليوم السابع، كان معكم ابراهيم سعيد. بس خلاص سيب راسك.